مرحبا بكم مجددا. اخذنا مثال على الدلتا بي ال سي، خلينا ناخذ مثال على السيمنز بي ال سي. هذا هو البي ال سي بشكل عام، S7200 سي ان. زين، هنا عندنا انديكيترات، ثلاث انديكيترات، وعندنا الانبوت والاوتبوت. الانبوت يكون معرف ب اي، كاتب لك اي 0 الى 7 واي 2 واي اي 0 اي 1 اي 2. هذا نيل الانبوت يكون من الاسفل، ومن الاعلى يكون الاوتبوت. الاوتبوت يرمزوا له بالسيمنز، يرمزوا له بكي كيو العفو، هناك كنا نرمز له بواي بالدلتا. فهذا بالنسبه لل بي ال سي سيمنز. بعد عندنا هنا البورتات اثنين، هذا اللي تبرمج بيهن البروجرامينج مالتك، يعني تربطه على البي سي مالتك بحاسبتك وتبرمج عن طريق البرامج المتاحه لبرمجه هذا البي ال سي. واهم شيء الباتري يخزن لك البرنامج الحالي اللي يعني الراندوم اكس ميموري، الذاكره العشوائيه يخزن لك اياها حتى لا يصير عندك تلف او فقدان بالمعلومات. هذا فيما يخص السيمنز S7200. اكو S7300، S7400، S7200. اكو فيديو سابق هم شرحنا به انواع السيمنز، اذا تشوفوا بالقناه موجود. فخلنا ناخذ نوعية ثالثة حتى ننتقل للدروس الأخرى.